بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى فوق الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من جنود عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزهين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد. تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه سيأتي بنماذج من السنة في إثبات الصفات من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أتى قبل ذلك بآيات من القرآن. ومن هذه الأحاديث حديث النزول، وهو حديث مشهور عند أهل العلم، ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إلى أن يطلع الفجر. وهذا الحديث حديث عظيم، وفيه بشارة عظيمة لأهل الإيمان، ولذلك اعتنى به العلماء، وكتب عليه شيخ الإسلام مؤلفاً مستقلاً اسمه شرح حديث النزول، وهو مطبوع ومتداول. يخبر فيه صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فيقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. فهذا النزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيفيته إلا الله، فنثبته لله عز وجل كما جاء، وهو من صفات الأفعال، من صفات الأفعال مثل الاستواء. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، السماء التي تلي الأرض، لأن السماوات سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسماء الدنيا هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل إلى السماء الدنيا، فالدنيا صفة للسماء، ثم أضيفت السماء إلى الدنيا من إضافة الموصوف إلى صفته. فيقول جل وعلا حين ينزل، يقول: من يسألني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وذلك من كرمه سبحانه وتعالى وإحسانه وتفضله على عباده، فإنه في هذه الساعة المباركة أو في هذا الوقت المبارك يتيح الفرصة لعباده في آخر الليل، فيحثهم على الاستغفار وعلى السؤال وعلى الدعاء، ويعد سبحانه وتعالى بالإجابة والمغفرة وسعة العطاء، تفضلاً منه وإحساناً إلى عباده، لأن هذا وقت فاضل، وقت إجابة. ولكن مع الأسف كثير من الناس في هذا الزمان إنما ينام إذا جاء هذا الوقت، يسهر معظم الليل، ثم إذا جاء وقت النزول الإلهي ووقت إجابة الدعاء وفتح أبواب السماء نام، وحرم نفسه من هذا العرض الرباني. فهذه خسارة عظيمة في حياة المسلم. ما ظنكم بمسلم يقوم كل آخر ليلة من عمره
وتقرب إلى الله بالصلاة والتهجد والاستغفار والدعاء والسؤال ماذا سيكون حصل عليه من الخير والمغفرة والعطاء الجزيل، وماذا حرم من أعرض عن هذا الكرم الإلهي ونام كالجيفة وأغلق الباب بينه وبين ربه عز وجل، بل ربما ينام عن صلاة الفجر، وهذا حرمان عظيم، نسأل الله العافية. لو يقوم الإنسان ولو وقتا قصيرا من هذا الوقت فيشارك المسلمين في هذا الموسم العظيم لكان له في ذلك خير كثير، فينبغي للمسلم أن يفطن لهذا الموسم العظيم وأن لا يحرم نفسه من هذا الخير المعروض أمامه الميسر الذي لا يستطلب منه تعباً ولا مشقة، غير أنه يقوم من فراشه ويتوضأ ويصلي ما تيسر له ويختم صلاته بالوتر ثم يجلس يسأل ربه ويستغفره ويدعوه ويتضرع إليه، ليس في ذلك كلفة ولا مشقة، والأجر عظيم والثواب جزيل لمن وفقه الله سبحانه وتعالى أن يفطن لهذا الموسم العظيم وأن لا يحرم نفسه من هذا الخير المعروض أمامه الميسر الذي لا يستطلب منه تعباً ولا مشقة، غير أنه يقوم من فراشه ويتوضأ ويصلي ما تيسر له ويختم صلاته بالوتر ثم يجلس يسأل ربه ويستغفره ويدعوه ويتضرع إليه، ليس في ذلك كلفة ولا مشقة، والأجر عظيم والثواب جزيل لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث إثبات النزول لله عز وجل وأنه ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا وكلها مخلوقاته وملكه سبحانه وتعالى، ففيه إثبات النزول ونحن نثبته كما جاء ولا نسأل كيف ينزل، ليس كنزول المخلوق من مكان إلى مكان، وإنما هو نزول الخالق سبحانه وتعالى في ملكه وسماواته، ولا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث إثبات النزول وفيه إثبات العلو، لأن النزول إنما يكون من أعلى، ففيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وفيه إثبات الكلام لله عز وجل، فيقول من يسألني، فيقول بات القول والكلام لله عز وجل وأنه يتكلم، وهذا ثابت عند أهل السنة والجماعة، ولكن المعطلة كعادتهم يتهربون من مثل هذا الحديث ويحاولون تأويله وصرفه عن ما يدل عليه إلى رغباتهم وعقلياتهم الساذجة، فيقولون الذي ينزل ليس هو الله جل وعلا، وإنما ينزل أمره أو ملك من الملائكة أو تنزل رحمته في هذا الوقت، ينزل أمره إلى سماء الدنيا، ينزل أو ينزل ملك من الملائكة في هذا الوقت أو تنزل رحمته، وقد أعمى الله أبصارهم وبصائرهم عن آخر الحديث، لأن فيه فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، هل الملك يدعى ويستغفر، هل الملك يعطي، هذا كله لله سبحانه وتعالى، الملك لا يدعى، دعاء الملك شرك بالله عز وجل، سؤال الملك الذي ينزل هو الله جل وعلا وهو الذي يخاطب عباده بهذا الخطاب. ثم أيضا الأصل عدم التأويل، الأصل الحقيقة إلا بدليل يدل على تأويل النص، وليس هناك دليل يصرفه عن ظاهره. ثم إن هذا التأويل يحتاج إلى إضافة، ينزل ربنا قالوا تنزل رحمة ربنا، ينزل ربنا أي ملك من الملائكة،
فهذا يحتاج إلى زيادة كلمة في السياق، وهذا خلاف الظاهر وخلاف وهل الملك يسمى ربنا؟ وهل الرحمة تسمى ربنا؟ وهل الأمر يسمى ربنا؟ هذا باطل ويرده سياق الحديث ولفظ الحديث. فالحديث يبقى على ظاهره، والله جل وعلا قادر على كل شيء، ونزوله يليق به سبحانه وتعالى، مثل استوائه على العرش ومثل مجيئه يوم القيامة وجاء ربه. فأفعاله جل وعلا لا تشبه أفعال المخلوقين، تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فلا نتكلف شيئا نغير به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نزولا عند رغباتنا ونزولا عند أفكارنا وعقلياتنا، ونحترم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أن ندخل عليه هذه التأويلات الكاسدة والآراء الفاسدة. هذا مقتضى الإيمان بالله عز وجل، ومقتضى تعظيم الرب، تعظيم كلام الرب وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أشد طرحا لتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث أي أكمل الحديث. والحديث فيه يعني آخر الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه. فظلت راحلته وهو في مهلكة من الأرض، في أرض مهلكة، فظلت عنه راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها، واستسلم للهلاك ووضع نفسه على الأرض ينتظر الموت. فبينما هو كذلك وإذا براحلته فوق رأسه عليها طعامه وشرابه، فقام وأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا سياق الحديث بتمام، وفيه إثبات الفرح لله عز وجل وأنه يفرح. والفرح في اللغة هو السرور، هو السرور بالشيء السار، هذا في اللغة، وهو فرح يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وهو فرح تفضل منه وإحسان منه، لا عن حاجة إلى عبده كما يحتاج صاحب الراحلة التي أظلها وعليها طعامه وشرابه. صاحب الراحلة يفرح بها لحاجته، وأما الله جل وعلا فإنه يفرح بتوبة عبده لا لحاجته إلى عبده ولا لحاجته إلى توبة عبده، فإنه غني عن العالمين، ولكن يفرح بذلك تفضلا منه وإحسانا على عباده، لأنه يحب أن يغفر، يحب أن يغفر، ويحب أن يتوب على عبده، ويحب أن ينعم على عباده تفضلا منه وإحسانا وكرما، لا لأجل حاجته إلى عباده. فهذا فيه إثبات الفرح لله عز وجل. والتوبة معناها في اللغة الرجوع، يقال تاب إذا رجع، هذا في اللغة، ومعناها شرعا الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ومن المخالفة إلى الموافقة، هذه هي التوبة شرعا. ولها شروط لا تصح إلا بها: أولا أن يقلع العبد عن الذنب، بمعنى أن يترك الذنب ويبتعد عنه. أما الذي يتوب بلسانه وهو مقيم على الذنب هذا ليس بتائب. الثاني أن يعزم
ألا يعود إلى هذا الذنب، فإن كان في نيته أن يعود في مرة أخرى أو في وقت آخر لم تقبل منه توبته، كالذي يتوب في شهر رمضان أو يتوب يوم الجمعة أو يتوب إذا صار في مكة أو في الحرم يتوب، وإذا صار في مكان آخر عاد إلى حاله، فهذه توبة مؤقتة لا تقبل ولا تنفع صاحبها. وإنما التوبة هي التي يعزم على ألا يعود إلى الذنوب في أي وقت وفي أي مكان، فإذا علم الله منه هذا العزم قبل توبة، وإذا علم منه أنه إنما تاب توبة مؤقتة بزمان أو مكان فإن الله لا يقبل توبة، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، مهما تظاهر العبد بالتوبة والاستغفار وهو لم يوفر شروطها. الثالث أن يندم على ما حصل منه من الذنوب ويخجل من الله عز وجل ويستحي من الله، كل ما تذكر الذنب ندم على ذلك، فهذا الندم يحدث له تجدد التوبة وتجدد الحياة من الله عز وجل وعدم الإعجاب بنفسه والخوف من عذاب الله بسبب ذنوبه الماضية، فيندم دائما وأبدا كل ما تذكر هذا الذنب، يحدث له ندما وتوبة وحياء من الله عز وجل وانكسارا بين يديه، فلا يعجب بنفسه وبعمله أو يأمن من عذاب الله. فإذا توفرت هذه الشروط صحت التوبة، وإن نقص شرط منها توبة غير صحيحة. هذا إذا كان الذنب بين العبد وبين رب، أما إذا كان الذنب بين العبد وبين الخلق بأن ظلمهم في أعراضهم أو في أموالهم أو في دمائهم، فلا بد مع هذه الشروط الثلاثة من شرط رابع، وهو أن يرد المظالم إلى أصحابها ويطلب منهم المسامحة، لأن حقوق الخلق لا تسقط إلا إذا عفوا عنها وسمحوا بها، أما إذا لم يسمحوا فلا بد من القصاص يوم القيامة، سواء كانت في الأعراض أو في الأموال أو في الأبدان، لا بد من القصاص يوم القيامة وإنصاف المظلوم من الظالم عند أحكم الحاكمين إلا إذا عفوا عنها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أو نفدت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار. فلا بد من هذه الشروط توبة حتى تكون توبة نصوحا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة المستوفية لشروطها، هذا معنى التوبة. وفي هذا الحديث وصف الله جل وعلا بالتوبة، وقد وصف نفسه بذلك وسمى نفسه بالتواب، وسمى نفسه بالتواب الذي يتوب على عباده إذا تابوا إليه ويقبل توبتهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، هذا عجب. الضحك لا يكون إلا من شيء معجب فيه عجب، وهذا الواقع في الحديث عجب عظيم، لأنه كيف يقتل أحدهما الآخر ويدخل كل منهم الجنة، القاتل والمقتول، الظالم والمظلوم يدخلون الجنة، هذا عجيب. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أو كيف يكون هذا؟ يكون هذا في الجهاد في سبيل الله، فالمسلم
يقاتل الكفار في المعركة، فقد يقتل الكافر المسلم ويكون المسلم شهيدا، ثم إن الله يمن على هذا الكافر الذي قتل المسلم فيتوب إلى الله ويدخل في الإسلام ويجاهد في سبيل الله فيقتل شهيدا في سبيل الله كما قتل هو المسلم الأول، فيدخلون الجنة جميعا شهداء في سبيل الله، القاتل والمقتول. هذا من العجب أن هذا القاتل الظالم الكافر تحول إلى مسلم ثم تحول إلى شهيد في سبيل الله ثم دخل الجنة مع الشهداء. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا عجب عظيم، ولذلك يضحك الله جل وعلا من هذا لأنه أمر عجيب. وفي الحديث إثبات الضحك لله عز وجل وهو ثابت في نصوص كثيرة، لكنه ليس كضحك المخلوق، وإنما هو ضحك كسائر أفعال الله جل وعلا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو يدل على كرمه، على كرمه سبحانه وتعالى وعلى حبه للإنعام على عباده، لأنه أحب ذلك ضحك منه لأنه يحبه ويحب الكرم سبحانه وتعالى ويحب التوبة على عباده. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب ضيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وهذا الحديث فيه إثبات صفتين لله عز وجل، إثبات صفة العجب لله عز وجل وأن الله يعجب، وإثبات الضحك لله عز وجل. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم آزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وفيه إثبات صفة ثالثة لله عز وجل وهي النظر، وأن الله ينظر سبحانه وتعالى ويرى ويبصر سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك في الأدلة. فقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا، العجب يكون من شيء سار ويكون من شيء مكروه. العجب إما أن يكون من شيء سار ومفرح، وإما أن يكون من شيء مكروه مبغض، كما في قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هذا عجب من أمر مكروه وهو الكفر بالبعث. وأما في هذا الحديث فهو من النوع الأول، عجب ربنا من قنوط عباده. القنوط هو اليأس، القنوط هو اليأس، من قنوط عباده أي من يأسهم. متى؟ إذا انحبس المطر وأجدبت الأرض فأصاب الناس قنوط، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فإذا تأخر المطر أو انحبس وأجدبت الأرض أصاب الناس قنوط واستبعدوا نزول المطر، فبينما هم كذلك إذا بالله جل وعلا ينشئ السحاب وينزل المطر وتنبت الأرض، فيتحول الحال من جدب إلى خصب في وقت قريب، في وقت قريب. هذا من العجب، هذا من العجب العجيب والقدرة الربانية، هذا التحول السريع بين حالين متضادين، هذا من أعجب العجب. ينظر إليكم، أعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، غيره يعني تغييره من حال إلى حال، وهذا التغيير في لحظة، قريب في لحظة يتحول الحال إلى ضده، يتحول الجدب إلى خصب، يتحول المرض إلى صحة،
يتحول الفقر إلى غنى، يتحول الضيق والشدة إلى سعة وإلى يسر، تحول الكراهة إلى سرور وانبساط في لحظة واحدة. من الذي غير هذا الحال؟ هو الله جل وعلا، لأنه على كل شيء قدير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله يغير من الخير إلى الشر، ويغير من الشر إلى الخير، ويغير من الحال إلى ضده بسرعة حسب حكمته ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء. ينظر إليكم، هذا فيه إثبات النظر إلى الله جل وعلا والبصر لله عز وجل، وأنه يرى ويبصر وينظر ولا يحجب بصره شيء سبحانه وتعالى. ينظر إليكم أزلين، منصوب على الحال، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والأزلين جمع أزل، والأزل في بالسكون، الأزل الشدة والكرب. ينظر إليكم أزلين أي مكروبين متضايقين من ما حل بكم، قنطين، عرفنا معنى القنوط، يعني يائسين من الخروج من هذه الحالة، خروج من هذه الشدة، بلغ بكم الضيق إلى اليأس والقنوط واستبعاد زوال هذه الحالة، لأنكم تنظرون إلى مقاييس البشر وعجز البشر. لكن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. وإلا كيف هذه الأرض الجردة الميتة اليابسة القاحلة بين عشية وضحاها تتحول إلى روضة غناء، وإلى أشجار، وإلى أعشاب، وإلى خصب؟ هذا من العجائب، من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من أين جاء هذا الماء؟ ما حوله ماء، ولا حوله آبار، ولا حوله، ما حوله ماء، جردة في وسط الدهنة أو في وسط الصحراء، ما يصل إليه، ولا هي قريبة ماء ولا قريب، لكن الله يسخر هذا السحاب ويسوقه إليها ويفرغ فيها الماء بسرعة هائلة. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. ينظر إليكم أزلين قانطين، فيظل يضحك سبحانه وتعالى من هذا العجب، يعجب من أحوال عباده، وأنهم أصابهم القنوط، وظنوا أن هذه الحالة لا تنفرج ولا تنحل. هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، فيظل يضحك. يعلم سبحانه وتعالى أن فرجكم، هذا أيضا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل، يعلم أن فرجكم قريب، في رواية فرحكم قريب، وفي رواية قرب غيره، قرب خيره منكم بالخاء. فالحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات صفات عظيمة لله عز وجل. أولا فيه إثبات العجب لله عز وجل، وبيان سبب هذا العجب، وهو ما يكون من العباد من القنوط واليأس عند الشدة، وما عند الله من الفرج والخير القريب. فهم يرون أن الفرج بعيد، والله جل وعلا يرى أن الفرج قريب. وفيه إثبات النظر إلى الله جل وعلا والإبصار، وفيه إثبات العلم لله عز وجل، وفيه إثبات الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله كما سبق في الحديث الذي قبله. وفيه بيان طبيعة هذا الإنسان، وأنه إذا أصابته الضر قنط ويائس واستبعد الفرج جهلا بالله عز وجل،
وإذا أصابته السر أشر وبطر واستكبر ونسي أن هذا من الله عز وجل وأن الله قادر على أن يسلبه منه بسرعة. فهذا الإنسان عجيب. إلا المؤمن، المؤمن فإنه مستثنى، قال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فهؤلاء إن أصابتهم ضرا صبروا ولا ييأسون من رحمة الله، وإن أصابتهم سرا شكروا لله عز وجل. فالمؤمن ما يصيبه شيء إلا كان خيرا له، إن أصابه شر صبر وانتظر الفرج من الله عز وجل لعلمه بقدرة الله ورحمة الله عز وجل، وأن هذا بذنوبه، أن ما حصل عليه إنما هو بذنوبه، فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله. وإن أصابته سرا شكر فكان ذلك خيرا له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومصداق هذا في كتاب الله، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى آخر صفاتهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، متفق عليه. لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. قطن قطن معناه كافي، كافي. قطن قطن معناه كافي، تقول قطن وتقول قطني، قطني يعني كافيني. وجهنم هي النار، اسم من أسماء النار، لأن النار لها أسماء، جهنم وسقر والهاوية والحطمة والسعير، لأنها دركات والعياذ بالله، وكل درك منها له اسم. لا تزال جهنم أي النار يلقى فيها، يعني يلقى فيها الكفار، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. فالكفار يلقون فيها إلقاء، يلقى فيها الكفار وأهلها. وتقول هل من مزيد، ما يكفيها ما يلقى فيها، بل تطلب المزيد دائما وأبدا. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، تطلب المزيد. عند ذلك يضع رب العزة وهو الله جل وعلا فيها رجله، وهي خلق من خلقه، والله قادر على كل شيء، الذي خلقها وأودع فيها الإحراق يضع فيها سبحانه وتعالى رجله أو قدمه، وهي خلق مطيع له سبحانه وتعالى. فينزوي بعضها، يعني ينضم بعضها إلى بعض، ثم تقول قطني قطني، يعني كفاني، وتنتهي من طلب المزيد. الشاهد من هذا الحديث أن فيه إثبات الرجل لله جل وعلا، وإثبات القدم، وهو صفة من صفاته الذاتية، صفة من صفاته الذاتية، مثل الوجه واليدين، صفة ذاتية لله عز وجل، وليست كرجل المخلوق أو قدم المخلوق، وإنما هي رجل وقدم لائق به سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا. أهل التأويل الذين يضيقون ذرعا بنصوص الصفات يؤولون هذا الحديث بتأويل مضحك، حيث يقولون يلقي فيها رب العزة فيها رجله، الرجل يقولون جماعة، جماعة من الكفار، كما يقال للجراد رجل من الجراد، رجل من الجراد. لكن ترد عليهم رواية قدمه، والقدم حقيقة في الصفة الذاتية المعروفة،
لا تتأول بالرجل من الجراد، فرواية قدمه تبطل هذا التأويل وترده ردا واضحا، يضع فيها رجله وفي رواية قدمه. ثم أيضا ما ورد إن البشر يقال لهم رجل، إذا قيل الجراد رجل فإن ما ورد إن البشر يقال للجماعة منهم رجل من الناس أبدا، إنما هذا في الجراد خاصة، فلا داعي لهذا التأويل الباطل. والحديث على ظاهره وفيه إثبات القدم والرجل إلى الله عز وجل، وهو كما ذكرنا ليس كرجل المخلوق ولا كقدم المخلوق، كما أن لله وجها وأن لله يدين وأن لله أصابع كما ثبت في الحديث، فإن له رجلا وله قدما يليقان بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيفيتهما إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. في يوم القيامة يقول الله لآدم أخرج من ذريتك بعث النار، أي اعزل أهل الجنة من أهل النار، اعزل أهل الجنة من أهل النار. فيقول آدم يا ربي من كم؟ فيقول الله من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، ويناديه. هذا فيه تشريف لآدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام، وفيه إثبات النداء لله عز وجل وإثبات تكليم آدم، كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام وسمع موسى كلامه، وآدم أيضا إذا كلمه الله يوم القيامة وناداه يسمع كلامه، ففيه إثبات النداء والتكليم لله عز وجل كما يليق بجلاله، فالله يتكلم، والتكليم لله عز وجل كما يليق بجلاله، فالله يتكلم وينادي كما نادى موسى عليه السلام وسمع موسى كلامه، كذلك ينادي آدم. ولهذا يوصف آدم عليه الصلاة والسلام بأنه نبي مكلم، يعني كلمه الله ويكلمه الله سبحانه وتعالى. وقوله لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، لأن لبيك مثنى من لب بمعنى أجاب، فلبيك إجابة بعد إجابة. وسعديك أيضا تثنية سعد أي طاعة، طاعة لك، سعديك أي طاعة لك بعد طاعة وامتثالا لأمرك. ومنه قول المحرم لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك ولدعوتك، حيث دعوتني إلى حج بيتك الحرام فأنا جئت مجيبا لدعوتك على لسان خليلك إبراهيم حينما قلت له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فأنا جئت مجيبا لهذا النداء وهذا الأذان لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة. فهذا الحديث فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلم يوم القيامة ويكلم آدم ويناديه، ففيه إثبات الكلام والنداء لله عز وجل، وهو صفة من صفاته الفعلية، كلامه ونداؤه صفة من صفاته الفعلية يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. ليس بينه وبينه ترجمان. ويقول صلى الله عليه وسلم ما منكم، هذا خطاب لجميع الناس، وإن كان موجها إلى الصحابة الحاضرين في وقته صلى الله عليه وسلم فإنه خطاب لجميع الناس وليس خاصا بالصحابة. فما
من مخلوق إلا ويكلمه ربه يوم القيامة ويحاسبه على أعماله ويذكره بأعماله. ليس بينه وبينه ترجمان، أي يكلمه بكلام يفهمه ويفهم معناه ولا يحتاج إلى ترجمان بينه وبين الله. والترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، هذا هو الترجمان، كالذي ينقل الكلام من العربية إلى العبرية أو إلى السريانية أو في وقتنا الحاضر إلى اللغات المعروفة الآن، الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. فالذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة يسمى ترجماناً، ونقل الكلام يسمى ترجمة. فالله جل وعلا يخاطب عبده يوم القيامة، كل واحد من عباده يخاطبه بكلام لا يحتاج معه إلى ترجمان بينه وبين ربه عز وجل بدون واسطة وبدون مترجم. فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يكلم كل واحد من عباده يوم القيامة، إما تكليم بشارة وسرور، وإما تكليم توبيخ، وإما تكليم توبيخ وملامة له على أفعاله التي فعلها في الدنيا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل حديث الرقية، والرقية هي القراءة على المريض، الرقية هي القراءة على المريض والمصاب بأن يقرأ وينفث على المريض من ريقه، وهي على قسمين: رقية شرعية إن كانت من القرآن الكريم ومن الأدعية ومن الأدعية الصحيحة فهي رقية شرعية ومأمور بها لأنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، وعلاج، هي أنفع العلاج بإذن الله. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل، ورقى صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى بعض أصحابه. هذه هي الرقية الشرعية التي تكون من القرآن ومن الأدعية المشروعة التي ليس فيها شرك وليس فيها ابتداع، وهي من أنفع العلاجات وأنفع الأدوية، لأنها كلام الله جل وعلا ودعاء لله عز وجل وهو يجيب الدعاء. النوع الثاني رقية شركية، شركية، وهي التي تكون بغير القرآن وغير الأدعية المشروعة، وإنما تكون بأسماء شياطين أو بأسماء الجن أو بكلام لا يعرف معناه، فهذه رقية شركية، كالذين يستغيثون بالجن أو بالشياطين أو بالأموات ويطلبون منهم شفاء المريض والمصاب، فهذه رقية شركية لا تجوز. فقوله صلى الله عليه وسلم في الرقية المشروعة: ربنا الله الذي في السماء، هذا دعاء، دعاء عبادة، وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات الربوبية لله عز وجل، ربنا الله، توسل إلى الله بربوبيته. الذي في السماء، هذا فيه ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا،
أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيضرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل حديث الرقية، والرقية هي القراءة على المريض، الرقية هي القراءة على المريض والمصاب بأن يقرأ وينفث على المريض من ريقه، وهي على قسمين: رقية شرعية إن كانت من القرآن الكريم ومن الأدعية الصحيحة فهي رقية شرعية ومأمور بها لأنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، وعلاج، هي أنفع العلاج بإذن الله. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل ورقى صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى بعض أصحابه. هذه هي الرقية الشرعية التي تكون من القرآن ومن الأدعية المشروعة التي ليس فيها شرك وليس فيها ابتداع، وهي من أنفع العلاجات وأنفع الأدوية لأنها كلام الله جل وعلا ودعاء لله عز وجل وهو يجيب الدعاء. النوع الثاني رقية شركية، وهي التي تكون بغير القرآن وغير الأدعية المشروعة، وإنما تكون بأسماء شياطين أو بأسماء الجن أو بكلام لا يعرف معناه، فهذه رقية شركية كالذين يستغيثون بالجن أو بالشياطين أو بالأموات ويطلبون منهم شفاء المريض والمصاب، فهذه رقية شركية لا تجوز. فقوله صلى الله عليه وسلم في الرقية المشروعة: ربنا الله الذي في السماء، هذا دعاء، دعاء عبادة وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات الربوبية لله عز وجل، ربنا الله، توسل إلى الله بربوبيته. الذي في السماء هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا في السماء، فيه إثبات العلو لله عز وجل وأنه في السماء. تقدم أن السماء يراد بها العلو، مطلق العلو، ويراد بها السماء المبنية، فإن كان المراد الأول وهو العلو فتكون في ظرفية على بابها، أما إن أريد المعنى الثاني في السماء يعني السماوات المبنية فمعنى في السماء أي على السماء، فتكون فيه بمعنى على، كقوله تعالى: فسيروا في الأرض، يعني سيروا على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، في يعني على، على جذوع النخل، ربنا الله الذي في السماء، هذا فيه إثبات العلو لله جل وعلا وأنه في السماء. أمرك في السماء والأرض، المراد الأمر الكوني، لأن الأمر على قسمين، أمر الرب سبحانه وتعالى على قسمين: قسم الأول الأمر الكوني الذي يكون الله تعالى به المخلوقات، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، لقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذا الأمر الكوني الذي يدبر الله به الخلائق ويخاطب به من يشاء سبحانه وتعالى. النوع الثاني الأمر الشرعي، وهو الأمر الديني الشرعي الذي فيه الأوامر والنواهي، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بصلة ببر الوالدين، الأمر بصلة الأرحام، النهي عن الشرك، النهي عن المعاصي، هذا أمر شرعي ديني. والمراد في هذا الحديث أمرك في السماء والأرض أي الأمر الكوني، الأمر الكوني نافذ في السماء والأرض، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أي الأمر الكوني الذي يدبر الله به هذا الكون. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، هذا أيضا توسل إليه سبحانه وتعالى برحمته. ورحمة الله على قسمين: رحمة هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني رحمة مخلوقة،
رحمة مخلوق، فالجنة رحمة الله عز وجل، قال تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. والمطر رحمة من الله، قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالرحمة هنا مخلوق، وإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. والمراد بالرحمة في هذا الحديث النوع الثاني، وهو الرحمة المخلوقة، كما رحمتك في السماء عمت أهل السماء من الملائكة ومن في السماء، فأنزلها على خلقك في الأرض. هذا دعاء وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر. فالله جل وعلا رب الجميع، جميع الناس، المؤمن والكافر والطيب والخبيث، هذه الربوبية العامة. الربوبية الخاصة رب الطيبين، والمراد بالطيبين المؤمنون خاصة دون الكفار. الكفار خبثة والمشركون خبثة، وأما المؤمنون فإنهم طيبون. والجنة دار الطيبين، والنار دار الخبيثين. والطيبون يراد بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء والأولياء والصالحين، كل مسلم فإنه من الطيبين. ومعنى أنه ربهم، هذه ربوبية خاصة، ربوبية عناية وتوفيق وإعانة لهم. أنزل رحمة من رحمتك، هذه الرحمة المخلوقة، رحمة من رحمتك أنزلها من السماء، وشفاء من شفائك. فالله جل وعلا هو الذي يشفي الأمراض، وإذا مرضت فهو يشفين، فلا شفاء إلا من الله عز وجل، ففيه طلب الشفاء من الله عز وجل. فهذا الحديث فيه صفات لله عز وجل، إثبات الربوبية العامة والخاصة، وفيه أن إثبات العلو لله عز وجل، ربنا الله الذي في السماء، وفيه إثبات الرقية الشرعية، وأنها سبب للشفاء، لأنها تشتمل على التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وفيه أن إسناد الشفاء إلى الله عز وجل، وإسناد الرحمة إلى الله عز وجل. فهو حديث عظيم، ولكن المصنف رحمه الله ساقه من أجل إثبات العلو، ربنا الله الذي في السماء. ومعنى تقدس اسمك، التقدس هو التطهر والتنزه. تقدس اسمك أي تطهر وتنزه عن الأدناس والنقائص. واسمك أي جميع أسمائك، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فاسمك أي جميع أسمائك مطهرة ومقدسة منزهة عن النقائص والعيوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول فضيلة الشيخ رحمه الله، أليس الذنوب من المعاصي التي نهى الله عنها، ومع ذلك يضحك الله سبحانه وتعالى منه؟ الله لا يضحك من القنوط إقرارا له، وإنما يضحك من حالة العبد، من حالة العبد، يعني سرعة قنوطه وقرب الفرج من الله. هذا أمر عجيب. وكما ذكرنا أن العجب يكون من الشيء المرضي ويكون من الشيء المكروه، فالله يعجب منه وإن كان مكروها وممنوعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقدم صفة النزول إلهي، فكيف يكون عامل الوقت المختلف من مكان إلى آخر، وكذلك في ساعة الجمعة؟ يا أخي، هذا السؤال أورده المشبهة والمعطلة، والجواب عنها أن النزول الإلهي لا يعلم كيفيته إلا الله. فأنت الآن تسأل عن كيفية النزول، وكيفية النزول لا يعلمها إلا الله، فنحن نثبت أنه ينزل، وإن كان ثلث الليل يختلف باختلاف الأرض واختلاف المناطق، فالله على كل شيء قدير. فنحن لا ندخل في هذا الموضوع لأنه من السؤال عن الكيفية. نعم. وفقكم الله،
في حديث الرجلين القاتل والمقتول، وأن أحدهما أذنب في حق الآخر، ومع ذلك فهما يدخلان الجنة، مع أن أحدهما قد ظلم صاحبه، فهل يدخل في هذا باقي المظالم؟ إذا تاب الظالم مثل أن يهتدي أحد من الناس على عقل مسلم ثم يتوب بعد ذلك. هذا قتل المسلم في حالة الكفر، في حالة الكفر ثم أسلم، والإسلام يجب ما قبله. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا السؤال في حق الكافر الذي تقاتل مع المسلمين ثم أسلم بعد ذلك، فالإسلام يجب ما قبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن هذا نبي مكلم، نعم، آدم هو نبي بلا شك أنه نبي وأول الأنبياء، ولكن النبوة التي بعد حدوث الشرك في الأرض، فنوح عليه السلام هو أول نبي بعد حدوث الشرك في الأرض وبعد تغير الدين الصحيح، فهو أول الأنبياء بعد حدوث الشرك في الأرض، وأما آدم فهو أول نبي على الإطلاق. نعم. حتى قالوا إن إدريس عليه السلام إنه قبل نوح، إن إدريس قبل نوح. نعم. شيث، الله أعلم. المهم أن آدم هو أول نبي إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يدل العموم في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أن الكفار داخلون في هذا الكلام؟ نعم، وليكن هذا، أن الله يوبخهم يوم القيامة ويكلمهم كلام توبيخ وتعذيب وتقريع، ما المانع من ذلك؟ نعم. لا يكلمهم كلام تنعم وكلام تكريم وتشريف، وإنما يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون الفرح لله والضحك إذا كان مسلم يقتل مسلما لا يعرف صاحبه من كثرة المسلمين في الجهاد؟ لا ما يجوز، لكن إذا كان قتله خطأ فإنه لا يؤاخذ لأنه لم يتعمد ولم، ولكن مسألة القتال بين المسلمين، إذا حصل قتال بين المسلمين لا شك أن هذا محرم ولا يجوز، ولكن إذا كان القتال من أجل الدفاع عن النفس، إذا كان القتال من أجل الدفاع عن النفس فهو قتال مشروع بقدر الحاجة، دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الحرمة، ولو كان الصائل مسلما فإنه يقاتل من أجل الدفاع عن النفس، ولأن الصائل ظالم والظالم يجب رده وردعه. لكن الحديث الذي مر بنا هذا في حق الكافر الذي قتل مسلما ثم تاب إلى الله وأسلم وقتل شهيدا في سبيل الله، أما ما بين المسلمين فهذا شيء آخر، قتل المسلم أمر عظيم وخطير، حتى إن بعض العلماء يرى أنه لا تقبل التوبة ولا تمحو التوبة جريمة القتل العمد العدوان إذا قتل مسلما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن إذا كان قتال المسلم من أجل الدفاع، دفاع شره وصيانه وعدوانه، فهو مأذون به شرعا، ويكون الظالم هو الصائل والمعتدي، أما القاتل فإنه يكون مأذونا له في ذلك ومباحا له ذلك، وإن قتل فهو شهيد، من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التأويل بغير قرينة يعتبر كفرا أم لا؟ يختلف هذا باختلاف المؤول، إن كان المؤول ظن أن هذا الشيء صحيح ولم يتعمد التعطيل، وإنما ظن أن هذا تأويل صحيح، فإنه تأويل يدرأ عنه الكفر، تأويل الذي يكون مع جهل ومع اعتقاد أنه تأويل صحيح في حين أنه خطأ يدفع عنه الكفر، لكنه يعتبر ضلالا دون الكفر. أما إذا كان متعمدا وعارفا عالما أن تأويله هذا غير صحيح، ولكنه يريد المغالطة ويريد دفع النصوص والمكابرة، هذا كافر، هذا كافر. إذا كان مثل الجهمية
وغلاة الفرق الضالة الذين يعلمون أنهم ليسوا على حق، وإنما قاموا بهذا من أجل المكابرة والعناد، لا شك أن هذا كفر بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل الصفات الفعلية يشتق منها أسماء الله عز وجل؟ العكس، الأسماء يشتق منها صفات لله عز وجل، وليس الصفات يشتق منها أسماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نسكن جماعة ونريد أن نقوم وقت الثلث الأخير من الليل، لكننا نخشى الرياء، فماذا نفعل؟ قوموا، هذا من الشيطان. الشيطان يجيكم يقول لا تقومون، لأن هذا يكون فيه رياء يثبطكم. لا، قوموا إن شاء الله، ما عليكم إلا العافية، وأنتم ماجورون إن شاء الله. نعم. كثير من الناس يأتيه الشيطان يقول لا تصلي مع الجماعة، لأنك لو صليت مع الجماعة يصير هذه مراءات، ثم يصلي في بيته، هذا من الشيطان. يقول له لا تجاهد في سبيل الله لئلا يقال فيك أنك شجاع وكذا وتمدح ثم تغتر بنفسك، يكون هذا رياء. هذا كله تخذيل من الشيطان. على الإنسان أن يقدم على العمل الصالح ويخلص لله عز وجل، ويترك الوساوس، ويقوم لصلاة الليل، ويصوم تطوع، وإن شاء الله أنه على خير كثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سهر الرجل إلى الساعة 12 ليلا ثم صلى صلاة الليل ثم نام حتى صلاة الفجر، هل يحسب له قيام الليل؟ يحسب له قيام الليل. قيام الليل يبدأ من غروب الشمس، كله قيام ليل، لكن لا شك أن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أول الليل، وإلا فالقيام في أول الليل فيه أجر وفيه ثواب قيام الليل، لكن كل ما تأخر فهو أفضل، وقيام الليل يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستغاثة بصفات الله كقولنا برحمتك أستغيث؟ نعم، يجوز استغاثة بصفات الله، استغاثة بالله عز وجل، توسل إلى الله بصفاته، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفار اغفر لي، هذا من التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن العبد إذا أذنب وتاب من ذنبه ثم عاد إلى الذنب وفعله مرة ثانية فإنه دليل على أن توبته الأولى ليست توبة صحيحة، فكيف يكون هذا إذا تاب مرة أخرى؟ ليس كذلك، أنا ما قلت هذا، أنا أقول يتوب ويعزم أن لا يعود، فإذا تاب عازماً أن لا يعود ولكن غلبته نفسه والشيطان فعاد إلى الذنب، فهذا غير الذي يتوب وفي نيته أن يعود من الأول. إذا تاب عازماً أن لا يعود بنية صحيحة قبل الله توبة، فإذا عاد إلى الذنب بسبب غلبة الشيطان والنفس فعليه أن يتوب مرة أخرى ولا يقنط من رحمة الله، يتوب، كل ما أذنب يتوب إلى الله عز وجل. إنما الكلام في الذي من الأول لم يعزم على الاستمرار بالتوبة، وإنما يقول دام هالوقت الطيب، ولا دام في مكة، ولا دام في المدينة، أو في موسم الحج مثل ما يفعل بعض الناس ويظن أنه خلاص تكفر عنه سيئاته وأنه لا حج، فلا عليه بعد ذلك أن يفعل ما يشاء، هذا غرور من الشيطان، هذا ما تاب توبة معزومة من الأول. نعم، وإنما تاب توبة مؤقتة، وفي نيته حين التوبة في نيته أنه سيعود إلى الذنب في مكان آخر أو في زمان آخر، فهذا لا تقبل توبته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نعرف وقت ثلث الليل الآخر حتى يتسنى لنا الصلاة فيه؟ يعرف هذا بحساب الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تشوف كم الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا يختلف باختلاف الفصول، اختلاف فصول السنة طول والقصر، وتقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه على ثلاث أقسام، القسم الأخير هو ثلث الليل الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.